بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ بدون مقدمات كده، لو احنا عندنا جسمين، الجسم الاول كتلته ام كابيتال والجسم الثاني كتلته ام سمول، والبعد ما بين مركزي الجسمين دول ار سمول، فاحنا هنا عندنا الجسمين دول من قانون الجذب العام في قوة جذب متبادلة ما بين الجسمين، بنقدر نحسبها من القانون ده. ال F بتساوي ال G كابيتال في ال M كابيتال اللي هي كتلة الجسم الأول في ال M سمول اللي هي كتلة الجسم الثاني على مربع البعد بين مركزي الجسمين. وقلنا إن القوة دي من ده الأول قانون الجذب العام، وقلنا إن القوة دي من قانون او القانون الثالث نيوتن، اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ان انت عندك قوه الجذب دي بتكون قوه متبادله. يعني ايه قوه متبادله؟ يعني الجسم الكبير ده او الجسم ده بيشد الجسم ده بقوه جذب هنسميها اف 1، والجسم ده بيشد الجسم ده بقوه اف 2. القوتين دول متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه. يعني انت عندك هنا ال F1 بتساوي سالب ال F2، وبالتالي مقدار قوة الجذب المادية ما بين الجسمين دول متساوية. الجسم ده بيجذب الجسم ده بنفس القوة ولكن في الاتجاه العكسي لقوة الجذب اللي بيجذب بها الجسم ده الجسم ده. تمام كده؟ طيب لو انت عندك الجسم ده هو الأرض، والجسم ده اي جسم، احنا عارفين ان اللي بيتحرك هو الجسم الصغير ناحية الارض. يعني لو انت القلم ده مثلا لو انت سبته كده هتلاقيه بيتحرك نحو مركز الجاذبية او مركز الارض يعني. طيب ايه اللي بيخلي الجسم ده هو اللي يتحرك؟ ليه الجسم ده مش هو اللي بيتحرك؟ نيجي بقى للقانون، قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان لو انت عندك قوه محصله بتاثر على الجسم، هنفترض ان هي اف، اللي هي هتبقى هنا في الحاله دي باهمال مقاومه الهواء هتبقى قوه الجذب العام او قوه الجذب الماديه ما بين الجسمين دول. الاف دي بتساوي ايه؟ بتساوي كتله الجسم في العجله اللي هو هيكتسبها. وبالتالي انت عندك هنا بالنسبه للجسمين دول اللي هو الجسم اللي على ارتفاع معين من سطح الارض والارض، انت عندك هنا العجلة اللي هتكتسبها الأرض هنسميها A1، هتساوي إيه؟ هتساوي القوة اللي بيأثر بيها الجسم ده عليها اللي هي F2 كمقدار على كتلة الأرض اللي هي الام. وعندك هنا الـ A2 اللي هي العجلة اللي هيكتسبها الجسم ده، هتساوي الـ F1 على كتلة الجسم ده اللي هي الام سمول. ولان انت عندك كتله الارض اكبر بكتير من كتله الجسم ده، وبما ان الاف 1 بتساوي الاف 2 في المقدار، فانت عندك الاي 1 هتبقى اكبر بكتير من الاي 2 هتبقى اكبر بكتير من الاي 1. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لان كتله الارض كبيره جدا وبتتاثر بقوه صغيره اللي هي هنا هتبقى الاف 2، فانت عندك هتكتسب عجله صغيره جدا. تمام كده؟ اللي هي الاي 1. ولان كتله الجسم ده صغيره جدا اللي هي في حدود 70 80 100 200 300 الخ يعني، فالكتله بتاعته صغيره جدا وفي قوه هنا بتاثر عليه، القوه دي بالنسبه للكتله بتاعته كبيره نسبيا، وبالتالي هيكتسب عجله. طبعا احنا عارفين ان العجله دي اللي هي هنا الاي 2، العجله دي هتبقى عجله الجاذبيه الارضيه بتساوي الجي، لان احنا عارفين ان القوه دي اللي هي قوه الجذب المتبادله ما بين الجسمين دول اللي هي الارض والجسم ده، هي قوه وزن الايه الجسم على سطح الارض، مش على السطح يعني بالنسبه للارض يعني. وبالتالي انت عندك هنا الاف 1 دي هي ايه؟ هي قوة الوزن بتاعت الجسم ده اللي هي عبارة عن الام في الجي.
وبالتالي عندك هنا العجلة اللي هي الاتنين هي نفسها عجلة الجاذبية الأرضية اللي بتأثر على الجسم. أتمنى إن أنت تكون يعني استوعبت شوية حاجات في الفيديو ده وعرفت ليه لما جسم بيتحط فوق سطح الأرض الجسم ده بيتحرك نحو الأرض. ليه؟ لأن أنت عندك الجسم ده فيه قوة كبيرة بتأثر عليه، تمام، اللي هي قوة جذب الأرض ليه، وبالتالي بيكتسب عجلة اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية. بينما نفس القوة دي المقدار بتاعها بيأثر على الأرض، ولأن كتلة الأرض كبيرة جدا وبالتالي العجلة اللي بتأثر عليها أو العجلة اللي بتكتسبها الأرض نتيجة القوة دي بتكون صغيرة جدا، وبالتالي الأرض ما بتتأثرش. تمام كده، فهمنا الفرق. تاني كده، القوتين دول متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه، ولكن لأن كتلة الأرض كبيرة جدا فالعجلة اللي بتتأثر بيها نتيجة القوة دي بتكون صغيرة جدا، وبالتالي كأنها مش متأثرة بعجلة. بينما كتلة الجسم ده بتكون صغيرة، وبالتالي القوة دي هتخليه هو اللي يتحرك، يعني العجلة بتاعته هتكون كبيرة نسبيا اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية. وطبعا لو هو على السطح بتكون 9.8 متر على السنة تربيع، كل ما بيبعد كل ما بتقل، زي ما هناخد في الفيديو الجاي إن شاء الله في الملاحظات. لو حد عنده أي مشكلة في اللي أنا قلته، في حاجة لسه ما استوعبهاش، يكتب في الكومنتات. إن شاء الله كل يوم هنزل فيديو أحاول أوضح بعض الحاجات دي، أتمنى إن هي تفيدكم يعني. فتابعوا القناة وتابعوا كذلك صفحة الفيس. سلام عليكم.